مرحبا بكم مشاهدينا في حصة مع السفيرة. ودائما قلنا حصتنا تخدم المرأة وكل يعني السيدات والأنسات، والمواضيع دائما أنا نختارها من خلال تساؤلاتكم والانشغالات اللي راكم ترسلونا عليها. كثير من السيدات بعتوا لي على هذا الموضوع، وهو يعني يحبوا طريقة للتخلص من التصبغات وفي المناطق الحساسة، خاصة تحت الأبيض وغيرها من المناطق الحساسة في الجسم. فأنا أكيد لبيت الرغبة تاعكم وحنجاوب على هذا الموضوع من خلال القناع ولا التدبيرة اللي انا رايحة نعطيها لكم اليوم، باش تقدروا تتخلصوا من هذه التصبغات ولا الكحولية بصفة عامة من المناطق الحساسة. اذا واش نحتاجوا؟ تبعي معي. عندنا هنايا القليل من زيت الجليسيرين، بيان سور متوفرة عند في الصيدليات. عندنا كذلك القليل من كريمة المرطبة الخاصة بالجسم، وعندنا واحد التابل اللي هو الكركم. اوكي الكركم، لكن فقط نحتاج شويه منه. انا نفضل انه تشروا الكركم يكون طبيعي، يعني ناخذوه حب ونرحوه هنا في المنزل، لانه الكركم اللي يكون في لي ساشي هذاك فيه مواد حافظه، وكذلك فيه شويه تاع الكولورون. يعني احنا نحتاجوا كركم يكون طبيعي فقط، انه نتوما تشروه ولا تشروه عند العشاب وهو يريحيه لكم تما، ولا تشريه وتديه للدار وترحيه وتاخذي منه شويه. اذا نعاود، قلنا عندنا زيت جليسيرين، عندي كريمه مرطبه للجسم، وعندنا القليل من الكركم المطحون. واش نجي ندير هنايا؟ اذا راح نحط هنايا في اللي ديالي شويه من زيت الجليسيرين. على فكره على بالي انا كامل تحوسوا تفهموا ولا تحوسوا تعرفوا الا كاين هناك بديل. اذا ما لقيتوش زيت الجليسيرين فممكن تستعملوا زيت جوز الهند. اذا راح نحط هنا القليل من زيت الجليسيرين هكذا، بعض القطرات فقط. وعلى فكره هذه التدبيره ممكن يعني نجمعوا قاع المكونات نديروهم في برطمان يعني محكم الاغلاق وتشد لنا مده اطول، فقط نحطوه في الثلاجه. ونزيد لها هنايا هذاك الكركم اللي تكلمت عليه. فوالا راح نخلطوا هنايا كلش هكذا مع بعضه. لازم برك نتاكدوا انه يعني المكونات تخلطوا مليح هكذايا. ثم هنايا لما نخلطوا كلش مع بعضها تجي السيده راهي رايحه تطلي هذا القناع يعني في الاماكن الحساسه اللي فيها يعني البقع السوداء على الجسم، وراكي رايحه هكذا بهذه الطريقه سهله، وكذلك المكونات سهله كذلك المتوفره كذلك في كل بيت. يعني راكي رايحه تهني من هذوك البقع السوداء في الاماكن الحساسه. فقط انه على بالي كل مره الاسئله تاعكم يقولوا لي شحال من مره كيفاش نداوموا عليه. لازم تداومي عليه 3 خطرات في الاسبوع قبل ما تاخذي دوش. يعني راكي رايحه تطلي تخليه مده 30 دقيقة، من بعد راكي رايحة تستحمي عادي، وهكذا راكي رايحة تلاحظي مع الوقت أنه هذيك البقع السوداء راهي رايحة تبدا تزول وتتقلص وتختفي مع مرور الوقت. علاش؟ أنه الكركم معروف أنه يعني عنده فيه ما خاصيات كثيرة، أنه ياكل كل التصبغات، وكذلك زيت الجليسيرين راح ترطب البشرة ديالك، وكذلك الجليسيرين تعمل على تصفية البشرة. أما بالنسبة للكريمة راهي رايحة بيان سور تعطيك ريحة مليحة في الجسم ديالك، كذلك راهي رايحه ترطب لك الجسم تاعك. اذا نقول لك كانت معك وسيله ابو لحيه في حصه مع السفيره، نتلاقوا في عدد اخر ان شاء الله. سلام.